قالوا عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات في بعض النسخ التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك في بعض النسخ حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم. يعني إذا نزل منزلا نزل واد أو نزل بيتا مهجورا أو غير مهجور ثم ذكر هذه الكلمات فإن الله تعالى يجنبه الضرر ويحفظه سبحانه وتعالى من الضرر حتى يرتحل أو يرحل من منزله ذلك. قالوك البيت ده مسكون وانت داخل عليه قالوك بنسمع فيه أصوات وفيه أشياء وفترة ما سكن وزغل والناس بتخاف منه. لو دخلت البيت وذكرت الكلمات دي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كلمات الله ما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله على رسوله هذه من كلمات الله القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والتامات التامة العادلة الصادقة هذه الكلمات عادلة في الأحكام صادقة في الأخبار. وكلمات الله ليست مخلوقة وإنما تكلم الله بها سبحانه وتعالى. من عقيدة الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان وهو من أضل خلق الله سبحانه وتعالى الجهمية طائفة ضالة منحرفة من ضلالهم أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق والقرآن ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله به سمعه منه جبريل عليه السلام ثم سمعه من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. وقوله أعوذ بكلمات الله التامات دل على أن كلمات الله ليست مخلوقة لأنه استعاذ بها لو كانت مخلوقة لما استعاذ بالمخلوق. يا جماعة الله سبحانه وتعالى عنده ذات هو سبحانه وتعالى عنده ذات أيوة وعنده أفعال كأن من أفعاله أنه يخلق يرزق يحيي يميت وعنده صفات سبحانه وتعالى من صفاته أنه يتكلم ومن صفاته الكرم ومن صفاته الحلم ومن صفاته العلم إلى آخره. فالله وكلامه أفعاله وصفاته كل ذلك ليس بمخلوق